تعليق العمل بمطار معتيقا الدولي عقب سقوط صواريخ أطلقتها ميليشيات حفتر على مدرج الإقلاع والهبوط. غوتيريش يؤكد ضمن تقرير محال لمجلس الأمن مسؤولية طيران حفتر على مجزرة طلاب الكلية العسكرية. استمرار المطالبات الدولية باستئناف إنتاج النفط بليبيا والتأكيد على شرعية المؤسسة الوطنية. من طرابلس أهلا بكم إلى نشرة الثالثة من بانوراما. أكد مدير مطار معتيقا الدولي لطفي طويب لبانوراما تعليق الرحلات بشكل مؤقت عقب استهداف المطار الأربعاء، حيث سقطت بعضها على أجزاء من مدرج الإقلاع والهبوط. هذا وأفاد المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد طيار محمد جنونو أن ميليشيات حفتر قصفت المطار بستة صواريخ جراد، ما يشكل تهديدا صارخا لحركة الملاحة الجوية وفق قوله. وكانت ميليشيات حفتر قد أطلقت قذائف عشوائية على الأحياء السكنية بمنطقة صلاح الدين فور انتهاء مؤتمر برلين، في خرق مستمر ومتكرر لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تنفيذ طيران مسير الإماراتي الموالي لها غارة جوية في منطقة الوشكة غرب مدينة سرت. وينضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم مكتب الإعلام الحربي بعملية بركان الغضب عبد الملك المدني. أهلا بك سيد المدني. بداية، بحسب تواصلكم مع الجهات الأمنية بالمطار، هل هناك تقييم للأضرار وهل هناك أي إصابات بشرية؟ نعم، أهلا بك أختكريم وبكل مشاهدي قناة ليو بانوراما. طبعا صواريخ الجراد التي أطلقتها ميليشيات ملحم الحرب بعض الأضرار المادية في مطار معتيقا المدني في مدرج الإقلاع والهبوط. طبعا بعد تواصلنا مع الحراس الثاني نعم نعم سيد المدني. نعم، طبعا الاضرار كما قلت لك هي اضرار ماديه دون الوقوع لاضرار بشريه. هذه مثل هذه الافعال ليست غريبه على هذه الميليشيات التي خرقت الهدنه اكثر من مره، ووصلت اليوم بقصف مطار معتيقا المدني مما ادى الى تعليق الرحلات الى اجر غير مسمى. طيب هل رصدتم مكان خروج هذه الصواريخ؟ نعم، طبعا حسب المعلومات الاوليه بان خرجت هذه الصواريخ من اماكن في طرف الميليشيات ومنطقه مجمع الحرب حتى تم تحديدها، ولكن لا نستطيع التحدث عنها اعلاميا في هذه اللحظات التحديد. باذن الله سيكون الرد القاسي على هذه الميليشيات المقالبه على الشرعيه، فهي تواصل يوميا في خرق الهدنه باستخدام قذائف الهواء العشوائيه على عده مواقع مختلفه، اخرها ليله الاثنين بالصادفه حي صلاح الدين وحي الزهور بعدد من القذائف الهاويه. نعم، طيب استمرار هذه الخروقات والتصعيد بها اليوم مطار معتيقا وسبقها قصف جوي بالوشكة، هل تتوقعون ان يؤدي الى انهيار تام لوقف اطلاق النار؟ نعم، طبعا انهيار وقف اطلاق النار وانهيار الهدنه متوقع في اي لحظه، لان هذه الميليشيات لم تلتزم بهذه الهدنه من البدايه. نحن ورغم خروقات الهدنه المتكرره الا اننا ما زلنا نحافظ على هذه الهدنه، ولكن وجبنا ان ندافع عن انفسنا في حال حدوث اي مهمه. ومتوقع من هذه الميليشيات وحسب التحشيدات التي نرصدها يوميا انهم يريدون خرق الهدنه بشكل انهيارها بشكل تام. طيب أين رصدتم هذه التحشيدات؟ هل هي على تخوم العاصمة فقط أم في مدينة سرت؟ طبعا التحشيدات على تخوم العاصمة وأيضا غرب مدينة سرت. يوميا نرصد هذه التحشيدات بشكل كبير، وللأسف أغلب هذه التحشيدات هم من منطقة الجنجميد وحركات التحرير السودانية. طيب هناك أنباء عن تحركات في منطقة زوارة تحديدا، هل هناك أي معلومات في محيط صبرات وصرمان عذرا؟ نعم، طبعا منذ أيام هناك تحركات هذه الميليشيات في
باتجاه منطقة سرمان، ولكن القوات المنطقة الغربية هي جاهزة بإذن الله لرد أي خرق ارتكبها. وأيضا أريد أن أتحدث عن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات حفتر في مدينة سيرت. ما يحدث في مدينة سيرت هو مجزرة بكل كلمة، اعتصام وخطف على الهوية وقتل. ما تقوم به ميليشيات مجرم الحرب حفتر في مدينة سيرت لا يمكن السكوت عليه. حتى إن كان يؤدي دخول هذه الميليشيات في مدينة سيرت اليوم أصبح يتحسر على قوة حماية تأمين سيرت المنبثقة من عملية بريان المرسوخ. نعم، طيب هل لديكم أسماء لمن تم خطفهم واعتقالهم في مدينة سرت؟ نعم، لدينا العديد من الأسماء الذين تم خطفهم داخل مدينة سرت وزودنا بها أمير الجهات المعنية. طيب هل هم من كانوا من تبعية عملية البنيان المرصوص؟ نعم طبعا، أغلب من تم القبض عليهم هم تبعي لعملية بريان المرصوص، وأيضا هناك من طبعا هم من موظفي الدولة مثل مصارف ومستشفيات وعدة أماكن. حتى الناس البريئة تصور وصلت الدرجة لتفتيش، حتى العائلات يقومون بتفتيش العائلات في السيارات تفتيش كامل مختلفة بدون أي مبالغة. ما يحدث الآن في مدينة سرت من تفتيش لم نشاهده إلا مع الجيش الإسرائيلي عندما كان يفتش المواطنين. طيب أنباء عن اختطاف عميد البلدية مختار المعدني، هل لديك أي معلومات بالخصوص؟ بصراحة لم تصلنا حتى اللحظة المعلومة المؤكدة، ليس لدينا المعلومة المؤكدة بنسبة 100% حول اختطاف هذا العميد، مع العلم بأن هذا العميد في البداية أعلن ولاء لتنظيم الكرامة الإرهابي ورحب بدخول هذه الميليشيات من سرت. نعم، عبد المالك المدني الناطق باسم مكتب العالم الحربي بعملية بركان الغضب، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. أكدت منظمة رصد الجرائم الليبية اختطاف عميد بلدية سرت مختار خليفة المعدني واقتياده إلى مكان مجهول من قبل مسلحين تابعين لحفتر بعد أن قاموا باقتحام منزله. المنظمة طلبت في بيان لها الكشف عن مصير المعدني والإفراج عنه بشكل فوري، كما أدانت الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان واعتبرتها خرقا لقانون الإجراءات الجنائية الليبي. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن 60 غارة من أصل 1020 منذ بدء العدوان على طرابلس نفذها طيران مقاتل أجنبي داعم لخليفة حفتر، مؤكدا أن مجزرة الكوليجة العسكرية التي راح ضحيتها أكثر من 30 طالبا في 4 يناير الجاري نفذت من قبل طيران لحفتر. نتابع. لم يعرب عن قلقه هذه المرة، وإنما يصرح بمعلومات صريحة تدين رجل الرجم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير متكامل يؤكد مسؤولية حفتر عن قتل 32 طالبا من كلية طرابلس العسكرية في غارة جوية للطيران التابع لحفتر. هي المرة الأولى التي يصدر فيها تقرير مفصل صادر عن الأمم المتحدة يسرد الجرائم التي ارتكبها حفتر بواسطة الغارات الجوية. 1020 غارة على منشآت عامة وحكومية وعسكرية منذ 4 أبريل الماضي، 850 منها بطائرات مسيرة دقيقة التوجيه و110 أخرى بطائرات نفاثة، منها 60 نفذت بطيران حربي أجنبي، ما يؤكد فرضية حصول حفتر على دعم دولي في الاعتداء على العاصمة طرابلس بشتى الوسائل المتاحة له. هذه الضربات 60 هي بطائرات مقاتلة دخلت أجواء الدولة الليبية وألقت بحمامها على رؤوس الليبيين، ورغم كل هذا الدعم وبعد مضي 9 أشهر لم يستطع دخول العاصمة طرابلس. غوتيريش الذي أقر أخيرا بفظاعة الجرائم التي ارتكبها حفتر بحق المدنيين في عدوانه على العاصمة طرابلس بواسطة الطيران الحربي بمقتل 3 أطفال جراء قصفه حيا سكنيا في منطقة الفرناجة، وقبلها 6 مدنيين بينهم أطفال في نادي الفروسية بجنزور. ووثق التقرير قصف طيران حفتر منطقتي الرملة والعزيزية ومقتل 3 مدنيين وإصابة 4، ثم مقتل 7 مدنيين جراء غارة بتاجرة. كما نسب غوتيريش أيضا إلى حفتر وطيرانه التابع له قتل 3 أطفال
في قصف منطقة السواني. أما في مدينة الزاوية فقد كان لها النصيب الأوفر من تلك الغارات التي نفذت بطيران حفتر المحلي المتهالك ضد الضربات العشوائية. ولعل عائلة كشيرا وأنيس شقلابو وصولا إلى مصفاة الزاوية التي تعرضت لقصف حفتر وكادت أن تحدث كارثة بيئية خير دليل على ذلك. ورغم كثافة الغارات الجوية على العاصمة طرابلس يفشل حفتر في دخولها طيلة 9 أشهر مثبتا عدم قدرته على تنفيذ ما خطط له، الأمر الذي يترجم رضوخه وذهابه إلى مؤتمر موسكو ومن ثم إلى برلين بعد تدخل موسكو وأنقرة في إيجاد حل للأزمة الليبية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المجتمع الدولي رصد مقتل 39 مدنيا على يد ميليشيا الكاني بترهونة في أغسطس وسبتمبر الماضيين عقب مقتل محسن الكاني وشقيقه عبد العظيم وأمر اللواء التاسع عبد الوهاب المجري. غوتيريش أبان في تقريره الموجه إلى مجلس الأمن أن المنطقة الشرقية تشهد زيادة في الجرائم والترهيب التي ترتكبها عناصر حفتر خاصة مدينة بني غازي، مضيفا أن الأخيرة أضحت مركزا للأنشطة الاقتصادية غير المشروعة بما في ذلك تجارة المخدرات والأسلحة. وأرجع التقرير سبب الاقتتال الذي دار بين مكوني جتبو والأهالي بمدينة مرزوق إلى الغارة الجوية لطيران حفتر التي أودت بحياة 40 من التبو. لجنة 5+5 العسكرية اقترحت ضمن تفاهمات أنقرة وموسكو على وقف إطلاق النار بليبيا وتبناها مؤتمر برلين ضمن مخرجاته، وها هي تخطو أولى خطواتها بتقديم الأسماء من الطرفين للبعثة الأممية. إلا أن التحديات أمام اللجنة واقع لا منص من مواجهته. التقرير تري والتفاصيل. طريق تفاهمات برلين إلى محاور طرابلس يبدو وعرا ومليئا بمطبات سياسية وعسكرية، إلا أن ضوءا في نهاية النفق بات يلوح في الأفق عبر لجنة 5+5، وهي لجنة عسكرية مكونة من ضباط نظاميين من أطراف القتال. تعددت مهامها لكن هدفها الأسمى نقل مرحلة الهدنة إلى وقف إطلاق النار، وقف كان جوهره تفاهمات الروسية التركية التي عجلت بعقد قمة برلين والتي تبدو أبقى أثراً مقارنة مع نتائج المؤتمر. فرغم هشاشة هدنة موسكو تبقى الأوضاع الحالية أطول فترة لوقف القتال منذ أن بدأ العدوان على طرابلس، لكن الواقع على الأرض يشير إلى شيء جديد وربما يكون خطيراً على الوضع الميداني. فتحشيدات حفتر العسكرية لم تتوقف بل زادت، وخرقه للهدنة مراراً وتكراراً حتى ساعات انعقاد المؤتمر تطورت بالتحليق والقصف الجوي الذي استهدف منطقة بوغرين. كثيرة هي الأسئلة التي تثار بشأن عمل اللجنة العسكرية ومخرجات تلك القمة، وفيما يختلف مؤتمر برلين عن نظيره في موسكو، وما ضمانات ألا يستمر حفتر وداعموه في قصف طرابلس وفي محاولة تعزيز مواقعهم. انفض عقد برلين بتوصيات وبيان دون ترك أي أثر ملموس لنتائج المؤتمر على مستقبل النزاع في ليبيا. فضمانات المستشارة الألمانية لوقف تزويد الأطراف بالأسلحة لم تتعدى التهديد بكشف أسماء الدول التي تورد الأسلحة إلى البلاد، وهو إجراء قديم ثبت عدم جدوته بدليل تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة المتراكمة في أدراج مقرها بنيويورك. أعربت السفارة الإيطالية في ليبيا عن قلقها إزاء الإجراءات التي أدت إلى تعليق إنتاج النفط، مؤكدا أن عواقب إغلاق الحقول النفطية ستكون وخيمة على الاقتصاد والمواطنين. هذا ودعت السفارة عبر صفحتها الرسمية إلى ضرورة الحفاظ على سلامة وحياد المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها الجهة الوحيدة التي لديها شرعية العمل في البلاد. حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من إيقاف إنتاج النفط في ليبيا وتعريض موارد الطاقة للخطر، مؤكدا أن هذه الأعمال ليست أقل خطورة من الخيارات العسكرية. وقال كونتي في تصريحات صحفية أنه على ثقة من التوصل إلى تقارب كامل بين جميع البلدان حيال إدانة مثل هذه الإجراءات.
دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا الثلاثاء إلى إعادة فتح واستئناف عمليات الإنتاج بالحقول والموانئ النفطية بإشراف المؤسسة الوطنية للنفط على الفور. وأعربت السفارة عن قلقها العميق تجاه إيقاف عمليات الإنتاج بالحقول النفطية، محذرة من أن ذلك يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية وتزايد معاناة الشعب الليبي. قدرت المؤسسة الوطنية للنفط الخسائر الناجمة عن إغلاق الموانئ والحقول النفطية ب 77 مليون دولار يوميا. وبنت المؤسسة أن إعلان القوة القاهرة على موانئ الهلال النفطي عقب إغلاقها بالقوة أدت إلى عدم القدرة على شحن غاز الطهو إلى بنغازي، وأن الكمية الموجودة بميناء المدينة تكفي ل 12 يوما فقط. هذا وحملت الوطنية للنفط حرس المنشأة النفطية الموالي لحفتر المسؤولية عن إغلاق صمام بخط نقل خام حقلي شرارة والفيل في منطقة الحمادة، كما جددت في الوقت نفسه تحميل مسؤولية قفل الموانئ إلى رئيس حرس المنشآت النفطية التابع لحفتر ناجي المغربي وعلي الجيلاني. بعد فشل آلته العسكرية في الدخول إلى طرابلس للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، حفتر يحرض مواليه قبليا على إغلاق النفط شريان الحاجة الاقتصادية للبلاد ومعيشة المواطن لاستعماله ورقة ضغط سياسية في ظل حراك دولي موسع هذه الأيام. نتابع تفاصيل أكثر مع زميل معتصم أبو جناح. إغلاق تسبب بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوى القاهرة على موانئ الهلال النفطي وعدد من الحقول بعد إقدام مؤيدين لحفتر على إغلاقها، نتج عنه إيقاف نحو 50 حقلا ومحطة بحوض سرت التي يلامس إنتاجها سقف 800 ألف برميل يوميا. نتائج كارثية سيكون الخاسر الوحيد فيها هو الشعب الليبي، فانخفاض معدلات إنتاج النفط الخام تسبب بفقدان 1,200,000 برميل يوميا. وماليا تسجل خسائر تقدر بنحو 77 دولارا في اليوم جراء الإغلاق، فإيقاف الضخ والتصدير سيؤدي إلى إفلاس خزينة الدولة، ما يؤدي إلى العجز عن صرف المرتبات، فالبلاد تعتمد في دخلها على عائدات الذهب الأسود بنسبة 95%. ومع هذه الأرقام فإن الآثار السلبية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية والمالية فحسب، بل إن المتضررين هم سكان المنطقة الشرقية التي يدعي حفتر أنهم من أغلق الموانئ والحقول، فتوقف الغاز المصاحب لإنتاج النفط تسبب في عجز شبكة الكهرباء بعد انقطاع الإمدادات عن محطتي زويتينا وشمال بنغازي. كما أن الإقدام على هذه الخطوة تسبب في ارتفاع أسعار غاز الطهي بالمنطقة الشرقية بعد ارتفاعه منذ فترة بالعاصمة طرابلس بسبب غلق مستودع شركة البريغا بطريق المطار جراء استمرار العدوان منذ أبريل الماضي. الوطنية للنفط بدورها قالت إن إعلان القوى القاهرة على الموانئ النفطية عقب هذا التعدي أثر على قدرتها في نقل أي شحنات من غاز الطهو، فقد منعها ذلك من نقل شحنة إلى ميناء بنغازي. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز سراج أننا أوضحنا لروسيا أنها ينبغي عليها التعامل والتنافس أو التناقش مع الحكومة الشرعية لتحقيق المصالح المتبادلة بين الدولتين، مؤكدا أن حكومة الوفاق تسعى لحل سياسي للأزمة الليبية ولا تغفل تجهيز وإيجاد تحالفات لصد المعتدي والدفاع عن العاصمة طرابلس. بالنسبة لنا في حذر، في تفاؤل حذر في بخصوص برلين، لأن سبق وأن كانت في تفاهمات سابقة في لقاءات سابقة ولم نجد شريك سياسي يتفق معنا، وجدنا شريك غدر بنا في كل محطة من هذه المحطات، وآخرها ما حدث في اعتداء يوم 4 أبريل حينما كنا على مقربة من عقد مؤتمر وطني جامع يوم 14 أبريل، وحدث الاعتداء يوم 4 أبريل ونصف العملية السياسية. لكن على أمل أن الكل أيقن أن لا يوجد حل سياسي، حل عسكري في ليبيا، والحل السياسي بالرغم أن الطرف المعتدي لا يؤمن لا باتفاق سياسي ولا بعملية سياسية ولا بمسار سياسي، لكن على أمل أن الأطراف الحليفة أو الموالية للطرف المعتدي أيقنت أيضا ويمكن أن تراجع حساباتها بحيث أن احنا يرجع المسار السياسي والحديث على المسار السياسي.
أعلن المجلس الأعلى للدولة استكماله تشكيل لجنة من 13 عضوا منتخبا للمشاركة في حوار جنيف المزمع عقده أواخر يناير الجاري. وأبان المجلس في بيان له إلى أن اللجنة ستكون برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب، مضيفا أن أعمال اللجنة تنتهي بانتهاء الأغراض التي أنشئت من أجلها. عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه مما تقدم عليه الحكومة الموازية ببني غازي من تحضير لإجراء انتخابات بلدية خارج إشراف اللجنة المركزية للانتخابات البلدية وتغيير لمجالس منتخبة وتعيين مجالس تسييرية بدلا عنها، مشددا على ضرورة توقف ذلك بشكل فوري كونه سيتسبب في تفاقم النزاعات الداخلية وتفتيت هيكلية الحكم المحلي بالبلاد بحسب غوتيريش، داعيا ضمن توصيات مرفقة في تقريره المحالي لمجلس الأمن حكومة الوفاق إلى توفير الميزانيات للأزمة التي تمكن المفوضية العليا للانتخابات واللجنة المركزية للانتخابات البلدية من تنظيم انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية حينما تسمح الظروف بذلك. النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. بعد تحذيرات من انهياره، بدء أعمال صيانة جزئية لكورنيش العاصمة. أهلا بكم من جديد. عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج الثلاثاء اجتماعا مع رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة وعدة مسؤولين في حكومة الوفاق الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، كما تابع خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وآليات توفير السلع للمواطنين، وبحث الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد كما تابع خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وآليات توفير السلع للمواطنين. نظمت غرفة تجارة وصناعة وزراعة بالجبل الغربي بمدينة نالوت الثلاثاء ورشة عمل بعنوان إدارة التفاوض بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف بليبيا. واستهدفت الورشة موظفي مكاتب الغرفة بمدن نالوت الرجبان غريان وعدد من رواد الأعمال والمهتمين بالجانب التجاري، حيث تناولت مفهوم التمويل ومصادره ودوره في النهوض بالمشاريع على مر 3 أيام. تأتي هذه الورشة في إطار دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والتي من شأنها أن تسهم في خلق فرص لشباب المنطقة. علينا أن نفكر في طريقة استراتيجية للعمل الموحد بين كل البلديات في الجبل، هناك مشاريع مشتركة تخدم الشباب، وشعارنا دائما الاستثمار طريق الاستقرار. كثير من الفرص في بلادنا تحتاج فقط إلى اغتنامها، كثير من الموارد البشرية بحاجة إلى التقدير والدفع بها لتخوض معركة قادمة هي معركة البناء. كيف أنت تقدر بتدير مشروع في مكان في وقت معين في زمان معين، أي الفكرة والوقت يكونوا معينين لهذا المشروع، والطرق تمويل حتى كنت ما عندكش رأس مال كيف تجيب رأس المال، كيف تمول في رأس المال لمشروعك نتاعك.
شرعت بلدية طرابلس المركز بالتعاون مع وزارة المواصلات ومصلحة الموانئ في صيانة جزئية لكورنيش العاصمة خوفا من أي انهيار مفاجئ. نتابع. في خطوة تأخرت لسنوات، ها هي أعمال صيانة كورنيش عروس البحر طرابلس الذي شيد في سبعينيات القرن الماضي واستقبل عديد الزوار من داخل المدينة وخارجها. طبعا هذه صيانة الكورنيش هي صيانة كانت طارئة ومستعجلة لحل المشكلة اللي واقعة في الكورنيش حاليا، لأنه هو عمر الافتراضي كان مفروض يعني يتصين أو يستبدل سنة 2003-2004، لأنه هو منفذ بسنة 79 الكورنيش ويعتبر قديم. بعد عديد المناشدات المتكررة جراء ما آل إليه حال هذا المكان وتخوف من حدوث انهيار به بسبب التصدعات، ها هي بلدية طرابلس وبالتعاون مع وزارة المواصلات ومصلحة المواني تشرع في صيانة جزئية تشمل معالجة بعض التشققات الخطيرة والسياج البحري بالإضافة إلى أعمدة الإنارة. طبعا المعالجة هذه هتحمي النقطة اللي احنا اشتغلناها، بس أنا أتكلم فيك على منشأ هو في الأصل يعتبر متهالك، قابل إن ممكن بعد فترة من الزمن إن شاء الله، وإن شاء الله ذاك الوقت ما نوصلهاش طبعا، إن ممكن تطلع معنا نقطة تانية بعد ما نستكمل الصيانة. بحسب القائمين على الأعمال فمن المتوقع الانتهاء في زمن لا يتجاوز 3 أشهر، في حين لا تزال المشاورات والاجتماعات مستمرة من أجل الاتفاق على عملية صيانة شاملة للكورنيش. صيانة جزئية تهدف لإدراك ما يمكن ومنع حدوث الكارثة بعد تحذيرات تعددت من تآكل البنية التحتية بكورنيش العاصمة طرابلس، على أمل صيانة شاملة تعيد له بهجته ونظارته. معتصم بجناح لقناة ليبيا بانوراما طرابلس. افتتح في مدينة الأحرباء الاثنين قسم لغسيل الكلى بمستشفى المدينة، حيث تأتي هذه الخطوة من أجل تقليل معاناة السفر عن المرضى لتلقي العلاج. نتابع. في خطوة تهدف إلى إنهاء معاناة مرضى الكلى بمنطقة الأحرباء ومن أجل تخفيف عن المريض معاناة السفر لأجل جلسات الغسيل، افتتح بمستشفى الأحرباء قسم لغسيل الكلى. نبارك هذه الخطوة الجبارة ونشكر إدارة المستشفى وكل من ساهم في هذه الخطوة، وندعو أهالي بلديتنا إلى رص الصفوف والتوحد والتعاون مع الجهات المسؤولة ومدير المستشفى وكل القطاعات ودعمهم، لأن الظروف التي تمر بها بلادنا الحبيبة صعبة شوية، فإن لم يكن التعاون والتماسك بين الأهل حتى نتمكن من توفير الخدمات للمواطن مثل هذا النجاح الذي تم افتتاحه اليوم. تولت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني توريد 10 أجهزة لغسيل الكلى، إضافة إلى محطة لمعالجة المياه، ويتم العمل داخل القسم على مدار 3 أيام في الأسبوع لتقديم الخدمات للمريض. طبعا المرضى يتم استقبالهم عن طريق التقارير الطبية للحالات اللي تغسل في مسافات خارج المنطقة، ويتم قبولهم عن طريق الأخصائيين بالمستشفى. الأدوية متوفرة حاليا بالوقت الحالي لجميع المرضى الغسيل، كذلك المشغلات العاشرة والتموين والنظافة متوفرة في المستشفى، عناصر طبية وطبية مساعدة. طبعا تم التعاون مع مجموعة من الأطباء والفنيين لتسيير هذا القسم إن شاء الله. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة المستشفى بالتعاون مع المجلس البلدي لتوفير أفضل الخدمات الصحية والرقي بها إلى ما يطمح إليه المواطن. بهذا نصل إلى الختام، وإليكم أبرز العناوين. تعليق العمل بمطار معتيقا الدولي عقب سقوط صواريخ أطلقتها ميليشيات حفتر على مدرج الإقلاع والهبوط. غوتيريش يؤكد ضمن تقرير محال لمجلس الأمن مسؤولية طيران حفتر على مجزرة طلاب الكلية العسكرية. واستمرار المطالبات الدولية باستئناف إنتاج النفط بليبيا وتأكيد على شرعية المؤسسة الوطنية. نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.